أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بأبرز العناوين. معاناة أم يمنية أجبرت على التسول من أجل البقاء. كوليرا ومجاعة وتزويج للفتيات من أجل الغذاء الصورة الأقرب لليمنيين. ومن CNN ناسا تخطط لمهمة تاريخية للاقتراب من الشمس. أهلا بكم. موقع المصدر أونلاين قال بأن قيادات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أكدت تعرض ناقلة نفطية لإطلاق نار بقذائف RPG بينما كانت تسير فوق خط رحلتها في باب المندب. وفي بيان صادر عن التحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية قال إن ناقلة نفطية تحمل علم جزر مارشال تعرضت لهجوم من قبل زورق بحري قبالة السواحل اليمنية بالقرب من باب المندب بين جزيرتي ميون اليمنية والسبع الجبوتية. وقال البيان إنه لم يصب أحد من العاملين في السفينة بأذى وهي حاليا في طريقها في البحر الأحمر، موضحا أنها تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة لمعرفة الجهة المتورطة فيها. المبعوث الأممي إلى اليمن وبحسب موقع يمن مونيتور قال إنه قدم اقتراحا لحل أزمة ميناء الحديدة غربي البلاد من شقين، أمني عسكري واقتصادي، وأشار إلى أن هناك مظالم حقيقية لليمنيين بالمحافظات الجنوبية وحلها يكون بعد نهاية الصراع. وأضاف ولد الشيخ أن الاقتراح بشقيه العسكري الأمني يتضمن أو بشقه العسكري الأمني يتضمن تشكيل لجنة من العسكريين المقبولين من الطرفين والذين لم يكونوا جزءا من القتال الدائر، وذلك لضبط الأمور الأمنية والعسكرية في الميناء. والشق الثاني يتعلق بلجنة اقتصادية مالية تتعامل مع مداخل الميناء أو مداخل الميناء وبإشراف غرفة التجارة لضمان دخول البضائع والمساعدات الإنسانية، وكلا اللجنتين تتلقيان الدعم من الأمم المتحدة وينضم إليهما خبراء عسكريون واقتصاديون وإداريون لتسهيل عملها. وبهذا يكون استجبنا لمطالب الطرفين. وأضاف نظما للتحالف بأن الميناء لن يستخدم للتهريب السلاح، ونظما كذلك للحوثيين وحزب المؤتمر أن لن نسلم الميناء لطرف آخر. من حق الأطراف اليمنية المؤيدة للشرعية أن تغضب من تصرف المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ود الشيخ، وقد تبنى إيصال ناشطة حقوقية إلى تحت سقف مجلس الأمن الدولي لتنقل رسالة الميليشيات ولتنمق الوجه القبيح لتحالف الحوثي وصالح. هذا ما استهل به الكاتب سالم بن سالم مقاله المنشور في موقع يمن توك تحت عنوان تعلموا من هذه، وأضاف قائلا: هذه الخطوة بقدر ما تحمل إيحاءات معينة من بعض الأطراف الدولية تجاه الوضع في اليمن ومحاولة استدامته، إلا أنها خطوة غبية قد أثبتت أن الوسيط الدولي ولد الشيخ ليس محايدا ويعتمد على دغدغة مشاعر الغرب بلغة المنظمات والمرأة، كما فعل عندما أحضر عددا من الناشطات اليمنيات بعضهن مؤيدات للانقلاب وبعضهن سلبيات إلى مشاورات الكويت بحجة الضغط على المتفاوضين. هناك أطراف إقليمية تبذل مساعٍ حثيثة لتحسين صورة الإنقلابيين والحفاظ على وجودهم مستقبلاً في أي تسوية سياسية، لأن الجميع يدرك أن الإنقلاب إلى زوال ولا يمكن أن يستمر، وأن الوضع الطبيعي هو عودة الشرعية، ولكن تلك الأطراف الإقليمية لا تريد الخسارة الكاملة وإنما هي تقر بخسارة الحرب ضمنياً. الرئيس عبد ربه منصور هادي هو أكثر الأشخاص إدراكاً لحجم المؤامرات التي تحاك ضد وطنه وشعبه، لذلك فلتأخذوا جزءاً من حكمة هذا الرجل وصبره وتأنيه وحسن إدارته للأزمات، وتصوروا معي لو كان هادي يفتح الفيسبوك ويقرأ الغثاء الذي ينضح به لكان أصيب بالإحباط منذ وقت مبكر، لكنه رجل صلب لا تهزه رياح الفيسبوك والمنظمات الحقوقية طالما وهو يدرك أنه صاحب شرعية وقضية وطنية عادلة.
موقع المشاهد نت نقل بعضا من تفاصيل معاناة تعيشها أم من تعز تعاني جراء الحرب، وقال في التفاصيل: في إحدى غرف منزل متهالك قصفته الميليشيا تسكن ابتهال عبد الكريم مع ابنيها أو أبنائها الأربعة، أكبرهم لا يتجاوز عمره 12 عاما بالإضافة إلى زوجها. ويتابع الموقع: تسببت قذيفة ببتر إحدى ساقي زوجها وتسببت في شلل بيده اليمنى، الأمر الذي تسبب بتوقف مصدر دخل الأسرة، لذلك وجدت الزوجة نفسها أمام مسؤولية إنقاذ الأسرة من الموت، واضطرت على إثر ذلك ابتهال إلى التوجه للشارع لتمد يدها للمارة ليتصدقوا عليها وتعود إلى المنزل، وقد وفرت لقمة العيش لأبنائها وبعض الأدوية الضرورية لزوجها. ابتهال، وبحسب الموقع، لم تكن الوحيدة من نساء تعز التي أجبرن على التسول بعد أن كنا يعيشن حياة كريمة ومستقرة تنحصر همومهن في تحضير الطعام والاهتمام بتعليمهم وتربيتهم تربية صالحة، إذ تمكنت الميليشيا من نسف كل مظاهر الحياة في المدينة، الأمر الذي ألقى بمهمة إنقاذ الأسر من الموت على كاهل النساء، ليتحولن إلى متسولات في الشوارع أو إلى نازحات عند أقارب ليسوا بأفضل حال منهن أو في المنازل، ويواجهن شبح الموت جوعا. يحدق حسين الحوثي من الجدران فيما يشبه التهديد والإذلال، ذلك أنه لا أكثر قهرا للإنسان من إجباره على رمز وطني لا يشبهه. كان هذا هو المضمون الذي ركز عليه الكاتب محمود ياسين في مقال له بعنوان هذه ليست عاصمتنا، نشر في موقع المصدر أونلاين، ويمضي الكاتب قائلا: ربما بدون حرب وانقلاب كان حسين ليحظى بقبولنا له بوصفه رمزا لجماعته دون اتخاذ موقف عدائي من ملامحه، لكنهم وضعوه على حافة ما يشبه جدارا أقيم بين زمنين داخل عاصمة تخضع لعملية غسيل دماغ. كانت صنعاء عاصمة دولة فأمست الآن قلعة آمنة محصنة لجماعة. كانت مدينة مكتظة بالمقرات المدنية التي تفصح عن حمى حقوق وحريات وتعددية وادعاءات ليبرالية وحقائق تحديث، وهي الآن متراس كلما خطرت لك في مسائها السياسة فكرت في السجن وبلا أسماء، وكلما نطق ذهنك كلمة حكم داهمك وجل من غموض تسلط لا يكلف نفسه حتى عناء مغالطتك وإطلاق وعد كاذب حتى بفكرة المشاركة. لقد أسقطنا هيبة النضال المدني بأثر رجعي إذ اعتبرناه شكلا من أشكال الضعف. قبلنا مضطرين دور البندقية، فامتلكت مصيرنا جماعات البنادق التي بسطت أكبرها على العاصمة مخطوطة لاهوتية وعطلت كل ميثاق دستوري ووثيقة حقوق. وفي الأطراف والمدن الأخرى راحت الجماعات تطهر المدن من كل حلم إنساني مدني لتجعلها نسخة من العاصمة، العاصمة التي عندما سقطت أسقطت معها المدن. موقع سبتمبر نت خصص جزءا من أخباره لنقل معاناة أهالي مديرية السلو جنوب شرق تعز الذين استقبلوا هذا العام شهر رمضان على غير العادة، حيث تفرض الميليشيا الانقلابية حصارا على المديرية يتخلله قصف مدفعي وصاروخي. وخلف هذا الوضع تحديات جديدة أمام السكان تمثلت بحركات نزوح متواصلة وانعدام للسلع الغذائية، ما جعل توفير احتياجات شهر رمضان مهمة صعبة لدى معظم الأهالي. أم سلمان تتحدث لسبتمبر نت عن الوضع في السلو وقالت: معظم السكان يعيشون أوضاعا صعبة خلال الشهر أو خلال الأشهر العادية، فكيف بشهر رمضان؟ في ظل هذه الأوضاع فالناس لا يستطيعون توفير أو تخزين مستلزمات الحياة كما كانوا يفعلون سابقا. التاجر عبد الله حزام الذي يمارس نشاطه التجاري في السلو أوضح أن الأسواق تشهد ركودا هذا العام على عكس العام الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار، خاصة بعد فرض ميليشيا الحوثي وصالح إتاوات على التجار في طريق دمنة خدير تصل إلى مئات الآلاف مقابل كل شحنة غذائية تدخل أي مناطق يسيطر عليها الجيش الوطني. ومن سيئون يذكر موقع الموقع بوست أن عبوة ناسفة وضعت قرب سور بمبنى إدارة الأمن في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت أحدثت انفجارا عنيفا في محيط المبنى بالمديرية. مصدر أمني قال في اتصال مع مراسل قناة بوست
إن الانفجار صادف لحظة توزيع رواتب عدد من منتسبي وزارة الداخلية بمقر إدارة الأمن بسيئون. وقال شهود عيان لموقع بوست إن الانفجار أدى إلى إصابة شخص وطفلة بجروح طفيفة صادف مرورهما لحظة وقوعه، بينما تمكنت أجهزة الأمن من تفكيك عبوة أخرى وضعت في ذات المكان. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن الأوضاع الإنسانية في اليمن تحت عنوان كوليرا ومجاعة وزواج للبنات من أجل الغذاء، الصورة الأقرب لليمن. وبحسب الصحيفة قالت الأمم المتحدة إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى مئات الأشخاص، فيما يواجه أكثر من ربع اليمنيين خطر المجاعة، ويقوم الآباء بتزويج بناتهم لشراء الطعام. وأضافت الصحيفة بأن أوبراين يصور الأزمة وكأنها من صنع الإنسان، ووضع ضمنا جزءا من اللوم على المملكة العربية السعودية بقيادة التحالف العسكري الذي يقصف المتمردين الحوثيين في اليمن وحلفائهم منذ أكثر من عامين، وألقى باللوم أيضا على الحوثيين. وتتابع الصحيفة في الأسبوع الماضي تلقى السعوديون إشارة قوية للدعم الأمريكي عندما زار الرئيس ترامب السعودية ووقع صفقة أسلحة بقيمة 110 مليار دولار، بما في ذلك طائرات حربية وأسلحة يمكن أن يتم استخدامها في الصراع اليمني. عادت الصحيفة للاستشهاد بتصريح أوبراين الذي قال فيه أن الكثير لا يستطيعون شراء الطعام، كما أن أكثر من مليون موظف مدني لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور، ما تسبب بحالة من الجوع الحاد، مضيفا بأن الأسر تزوج بصورة متزايدة بناتها الشباب أو الشابات لتوفير الطعام، وغالبا ما تستخدم أو يستخدم المهر لدفع ثمن الضروريات الأساسية للعيش. في ظل الأزمات التي تعصف ببعض الدول تغيرت ظروف الصائمين، وأصبح لرمضان طابع مختلف عما هو متعارف عليه، بخاصة أو خاصة في اليمن وسوريا والعراق، لأنها تشهد أقصى موجات النزوح والأزمات الأمنية والمعيشية أيضا. فكما قال موقع ارفع صوتك، في اليمن تزين المائدة الرمضانية أطباقا عدة غنية بمكوناتها وأطعمتها، ولكن في هذا البلد الفقير الذي يعاني من الحرب تشهد المواد الغذائية ارتفاعا حادا في الأسعار، ما يجعل شراءها من قبل العائلات الفقيرة والنازحة غير ممكن. تقول فاطمة الفقيه في صنعاء وهي طالبة جامعية لموقع ارفع صوتك، من أشهر الأطباق اليمنية في شهر رمضان هي الشفوت، وكذلك السمبوسة والباجية وحلويات محلية مشهورة مثل الطرمبة، لكن احتكار التجار لبيع هذه السلع جعل أمر تحضير هذه الأطباق الخاصة برمضان أمرا صعبا على الفقراء. ويضيف الموقع بأن عادات رمضان تغيرت بسبب الحرب، إذ كانت العائلات معتادة على التجمع في المنازل أو المطاعم، لكن هذا لم يعد ممكنا بسبب الحالة الأمنية وانقطاع الاتصالات والأزمة الاقتصادية الحادة. وفي جريدة الحياة كتب عبد الوهاب بدر خان مقالا بعنوان حروب تلد حروبا، إيران ترث خلافة البغدادي، مستهلا إياه بسؤال هل تقترب الصراعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا من نهاية قريبة نسبيا؟ ويجيب الكاتب على رغم ندرة المبادرات الداخلية، فإن التنافس بين الأطراف الخارجية دولية وإقليمية فتح فصولا صراعية جديدة لا تعد بإنهاء بل بإطالة كل صراع. هناك تحالفات جديدة، سباقات تسلح، اصطفافات متبادلة وخلط أوراق. هذه مرحلة تحولات ربما تمثل قمم الرياض ذروتها، إذ تحاول إعادة الدور الأمريكي قبل أفوله في المنطقة، لكن سبقتها تقلبات في العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا، بينها وبين حليف مثل تركيا، حتى مع حلفاء في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي. كل ذلك ينعكس على البلدان الأربعة المأزومة وجوارها، وليس مؤكداً أن التشوش الراهن سينجلي متى حسمت أمريكا خياراتها، إذا حسمتها فعلاً فهي تركز على محاربة الإرهاب
وتتجاهل الأسباب الداخلية التي أججت هذا الإرهاب. اتضحت أكثر للأمريكيين علاقة إيران بالإرهاب بعد انسحابهم من العراق، ثم دعوتهم إلى العودة للمساعدة في محاربة الإرهاب، تحديداً في ضرب داعش وليد القاعدة الذي تمدد في سوريا وأعلن دولة الخلافة في مساحة جغرافية واسعة معظم سكانها من السنة، وهي المساحة التي أرادت إيران إخضاعها لتحصن هيمنتها على عموم العراق وتتحكم بمناطق شرق سوريا ووسطها وصولاً إلى لبنان، استكمالاً لهلالها الفارسي أو الشيعي. هذا الهلال سيطر بميليشياته على الأرض، فلم يتأثر بالتدخل الروسي في سوريا، بل تعايش معه، ولا بعمليات التحالف الدولي ضد الإرهاب، بل كشف حاجة الأمريكيين إليه في العراق، حتى أن الخلافات الأمريكية الروسية تترك له مساحات مريحة لمواصلة عمله، إلى حد تبدو معه الدولتان الكبريان وكأنهما تخدمان الاستراتيجية الإيرانية. الرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب نجح مجددا في تسليط الأضواء عليه، وفي ذلك ذكرت صحيفة القدس العربي بأن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر وفي تصريحات للصحفيين أخفق بتوضيح اللبس حول تغريدة للرئيس ترامب على تويتر. وقال سبايسر: الرئيس ومجموعة صغيرة من الناس يعرفون بالضبط ما يعنيه. وفي وقت سابق حاول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفسير تدوينة غير مفهومة نشرها ترامب على صفحته على مواقع تويتر، وأثارت عاصفة من النكات حول الرئيس الأمريكي. وكتب ترامب في التدوينة: على الرغم من استمرار الصحافة السلبية في إشارة على ما يبدو إلى التغطية الصحفية التي كثيرا ما يصفها ترامب بأنها تنشر أخبارا زائفة، التدوينة ما تزال موجودة على الصفحة ولم يتم إضافة توضيح لها، لكن رواد تويتر أطلقوا لخيالهم العنان لتفسير الأسباب الحقيقية للتدوينة بالتساؤل: هل كان الرئيس متعبا أم كان سكرانا أم أنه ربما نشر شفرة نووية سرية؟ شبكة CNN كشفت بأن وكالة ناسا تخطط لمهمة تاريخية بإرسال مركبة فضائية غير مأهولة إلى الشمس في صيف عام 2018، حيث سيتم إرسال المسبار باركر إلى الشمس في أول مهمة من هذا النوع لناسا. المركبة الفضائية ستدور ضمن مسافة 3.7 مليون ميل من الشمس، وستصل سرعتها إلى 450 ألف ميل في الساعة، وستقوم المركبة الفضائية بسبع دورات تحلق حول كوكب الزهرة قبل وصولها لمدار الشمس. وتختتم الشبكة معلوماتها بأن هذه المهمة ستوفر لنا معلومات أكثر عن أو من أي وقت مضى عن الشمس، وكذلك دور كوكبنا في النظام الشمسي، وستنتهي المهمة في يونيو 2025. تختلف الفترات التي يصومها المسلمون حول العالم خلال شهر رمضان بحسب البلدان التي يقيمون فيها وموقعها في الكرة الأرضية، إلا أن أطولها على الإطلاق وبحسب صحيفة الإمارات اليوم تكون في منطقة شمال فنلندا التي لا يستمر فيها الليل سوى 55 دقيقة، أي أن على المسلمين أن يصوموا 23 ساعة من حيث المبدأ. أما عدد المسلمين في فنلندا فيبلغ نحو 100,000 من سكانها البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، ويصوم مسلمو العاصمة هيلسنكي الواقعة في الجنوب 22 ساعة و13 دقيقة، وهي تعد من أقل ساعات الصيام في فنلندا. أما في مدن الشمال فإن ساعات الصيام تزداد فيها، ففي أول أكبر مدن شمال فنلندا أولو أكبر مدن شمال فنلندا يصوم المسلمون 23 ساعة إلى 7 دقائق، فيما تصل مدة الإفطار إلى أقل من ذلك في مدن أخرى شمال البلاد. لذلك يلجأ الكثير في فنلندا إلى الفتوى التي تجيز الصيام وفقا لمواقيت أقرب بلد إسلامي في حال تعدى الصيام أكثر من 18 ساعة، من أجل التغلب على عدد ساعات الصيام في تلك البلدان. ومن الأجواء الرمضانية أيضا، وفي جولتنا المصورة لهذا اليوم ننقل لكم بعضا من روحانية هذا الشهر في العديد من الدول الإسلامية حول العالم عبر صور نشرتها صحيفة الإمارات اليوم، نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.